اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعاد من عادا وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.